بداية يعني لا يسعني إلا أن أثمن الجهود التي قام بها الأستاذ الكريم عبد المجيد من تونس، كما أنني أثمن وكذلك أيضا أهنئ منظم الندوة الأستاذ عمرو الليثي على روحه الطيبة وعلى سعة صدره للتعليقات التي قدمت. صراحة المبادرة التي قدمت من تونس هي مبادرة يعني رائعة متكاملة من حيث المحتوى، إلا أنني أقترح من أجل إثرائها أن يكون هناك أيضا مساهمة تتعلق بالإعلام الافتراضي. الإعلام الافتراضي هو الذي يطغى الصحة هذه الأيام. لماذا؟ لأن أغلب الجماهير الشبابية تستقي الأخبار والبرامج من خلال الإعلام الافتراضي عن طريق السوشيال ميديا. يعني الإعلام التقليدي صحيح أساسي، لكن يا حبذا أن يكون هناك كذلك أيضا مساهمة في إطار هذه الفعاليات من أجل أن يكون هناك يعني جائزة توضع حول تقليص الفجوة بين الإعلام التقليدي والإعلام الافتراضي من خلال استثمار الكفاءات وكذلك الكوادر الموجودة في هذا المجال. لماذا؟ لأن السوشيال ميديا هو سباق في هذا الأمر. النقطة الثانية هي تطوير الاتصال الرقمي. الاتصال الرقمي هو يعتبر أداة يعني ممتازة، وكذلك أيضا ذكرت في الفعاليات التي عقدت في الرياض عن طريق الاتحاد الدولي العربية، والدكتور عامر الليثي كان موجود، تحديات الأمة العربية وكذلك الإسلامية في الوقت نفسه للتعامل مع كذلك الإعلام الرقمي. هذه تعتبر مساهمة من طرفي. أما من حيث المحتوى ومن حيث كذلك أيضا توازن وكذلك ثراء المبادرة التي قدمت من تونس، فهي مبادرة على المستوى الجيد، على المستوى الامتياز. الحاج أيضا بوجا من سنغال أشار إلى يعني جذع مشترك بيني وبينه فيما يتعلق بالمبادرة التي تتعلق باللغة الفرنسية. يا حبذا أن يكون هناك إضافة وأساهم كذلك وأدعمه في هذا الاقتراح، أن تكون يعني جائزة كذلك للغة الفرنسية في موضوع السلام وكذلك أيضا محاربة الإرهاب. لماذا؟ الموضوع الذي اختاره الحاج هو موضوع جيد، ونحن نود أن نعيش بسلام، وكل الإمكانات التي تتاح في هذا المجال ستكون إمكانات رائعة وممتازة. وأثمن الجهود التي يقوم الدكتور العامري الليثي من أجل إثراء هذا الاجتماع وإتاحة الفرصة للجميع وروحه الطيبة، وأرجو أن تكون أن يكون نتائج هذا الاجتماع أن تكون مارته فعالة، وأن تكون كذلك أيضا مثمرة بالنسبة للخطوات القادمة. وأشكر.